جينا بالحرب جرينا ولا لا هدم لا حاجة نلبسها ما عندنا جرينا المدينة. جيتوا كم يوم وصلت هنا؟ لينا 5 يوم هنا. 5 يوم؟ 6 يوم الليلة 6 يوم. يلا لما سمعنا الصوت من بعيد احنا كمان شلنا عيالنا لا شلنا هدوم لا شلنا أكل جينا بس بواحد هدومنا كده. حسي أمي قاعدة في كامب أيمن لكن أنا وين ما تعرف أمي. لا عندها بس وكياف. وبالنسبة لعدد الموجودين الآن فاق 10,000، أما عدد بالنسبة للتدفقات في ازدياد يوميا يعني في ازدياد، وحتى الآن يعني التقارير اللي وصلتنا من نقاط الحدود لأنه العدد ده في ازدياد، ولا بد من إنه يعني ناس تستعجل في توفير الخدمات بالنسبة لهم أو ترحيلهم من هذه المنطقة لأنها لا تسعهم هذه المنطقة. جربونا نسمحرادين قلعنا من مي خضراء دقونا أي ناس قاعد يقتلوا بيفاس بفرار بأسايا بسكين بسلاح كله دربونا خوفنا جرينا خشينا برخت من برخت خشينا الحدود من حدود خشينا في حشاوة. احنا يعني عندنا مشكلة كثير جينا خافتهم لكن أحسن حش سوداني استقبلنا قاعدين يعني كويس قاعد ناكل قاعد نشرب السودان قاعدين كويس حسي أحسنين طلعنا من موت يعني. هم الآن في مركزين استقبال، مركز استقبال الحشابة وعندنا مركز آخر في منطقة الحشابة أيضا وصلتوا أعداد كبيرة جدا جدا من الفارين من الحرب، فالعدد ده ممكن يكون كل يعني 50,000 دي بالنسبة للمعسكرين. والله هو عامة في يعني في شح في المواد الغذائية وشح في كثير من المعينات